طبعا زي ما انتم شايفين كده الحمد لله هم قالوا في ظروف تانيين وبتاع وجو غرقان، احنا هنا الحمد لله بنصيف. هي الفكره حاجه عمده، هي الارصاد ما قالتش جمال مش جوه، يعني قسما بالله المطره اتخرجت بره وشغاله احنا عندنا زهور ده يا زهور بقى يا باكي. بص يا جماعه انا عايز بس اقول حاجه، حسبي الله ونعم الوكيل في السماعية اللي بتتقيش ربنا بجد. والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل في كل سماعي ما بتتقيش ربنا في شغله. هي الفكره في حاجه، الفكره اللي انت يعني اللي انت شايفينه ده ممكن ناس تموت بسبب كهرباء، ممكن ناس الدنيا تولع بسبب كهرباء. عمليه طوارئ ازاي؟ يا جماعة أنا الناشب سكان المعادي، أي حد عنده مشات زيادة، أي حد عنده مساحات زيادة، أي حد عايز يجي يشتغل معانا هنا في الشقة. زي ما انتوا شايفين الشقة بتعوم والدنيا بقت جميلة زي الفل مرة، وهنا بقت فشل، هنا البتاع باظ حرفيا. بنغرق أقسم بالله. يا جماعة احنا بنغرق 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 حرفيا حرفيا ريلي بنغرق. تعالوا قوموا معانا. ايه الكلام؟ احنا بص هو احنا بنغرق يا جماعه. انا بس عايز اقول حاجه احنا طب احنا في ايه؟ انا فاضل لي تنين مجنح وننزل عندي مش يعني انا فاضل لنا تنين مجنح هو صح عندي. حرفيا في ديناصور ناقص تنين. ايه عم تعمل ايه يا عمدر؟ بقزح. اقزح. اساعدكم برجليا؟ خدوا اول ما. تعالى يا ياسر، تعالى يا ياسر، تعالى قرب يا ياسر، قرب. ادعوا لنا يا جماعه بجد والله، ادعوا لنا دعوه حلوه ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعدي الازمه دي على خير. والحاجه الثانيه بقى دي رساله للناس اللي ما عندهاش ضمير. ليه تاذوا الناس؟ مع ان الناس ما حدش بيأثر معاكم في حاجه، يعني انت لما بتيجي تشتغل بشقه حد فبتاخد عرقك وبتاخد فلوسك. بتاذي انت بقى عفش ناس وبتاذي دنيا وبتاذي كل الكلام شايفه ده كده. ليه تعيشونا في بحيره صحيح كده؟ حرام عليكم. والحاجة الثانية بقى عايز أقول رسالة للناس عمدة اللي عنده مستحب بإذنك يا كرامي. رسالة للناس على بسم الله الرحمن الرحيم وحسبي الله ونعم الوكيل. يا جماعة أنا عايز أقول لكم حاجة والله العظيم، أنا ما عنديش طبعًا أي مشكلة إن ربنا فعلًا بينزل الحاجات دي تكون خير، الأمطار اللي تنزل وتنزل معاها خير، بس اللي إحنا شايفينه دوت جوه الشقة عندنا إيه؟ ما هو خير طبعًا كل اللي بيحصل ده خير، بس أنا شايف إن مفيش خير خالص، لأن لو في خير كان الصناعات تلاقيت ربنا وعامل الحاجات دي. هو احنا قاعدين كده في الشارع صح؟ رجعنا العصر الخيال يا اكرامي. وحاجه ثانيه عايز اقولها لكم، ده هوريها لكم في الفيديو اللي جاي. لا ما فيش حاجه. الفيديو اللي جاي هوريها لكم. في حد بعت لي مسج، قول ياسر الناس بعتت لي ايه؟ بص يا جدعان، هو بص هي الناس بعتت لنا دلوقتي بجد والله العظيم بتاع ده اكرامي عادي، قال لك واحد اسمه محمد مش عارف ايه كده. حد بس الله اعلم اسمه حقيقي ولا فيك. بعت ان هو كان ضرر جيل اكرامي، واحد بيعمل سحر والكلام ده باسم شخص اسمه اكرم حاجه فلان الفلاني، فالاسم ده قريب من اسم اكرامي. فالراجل ده بيقول له احنا اذيناك بالغلط والسحر جه فيك انت، وعايزين نتعاون مع بعض نحل عشان نحل الموضوع. حتى السكرين شوتات هنزلها لكم في الديسكربشن عشان تشوفوا ان الاذى وصل لغايه فين. حاجه صعبه. يا جماعه والله زي ما كنت نفسي صيف، بس انا ما كنتش صيف في الشقه. احنا صيفنا في الشقه في شلالات نازله، في بحيرات صناعيه. صناعيه منهم لله، صناعيه منهم لله قسما بالله. احنا المفروض اللي هو دلوقتي الناس شغاله اصلا عشان تظبط الحاجات اللي كانت بايظه قبل كام. الصناعيه اللي ما عندهاش ضمير والحمد لله، يعني كده انت هتقول مثلا الدنيا بتمطر عشان السقف ده، يعني هم يقولوا الدنيا عشان السقف اللي فوق البايظ ده بتمطر كده. انت لو دخلت جوه هتلاقوا السقف زي ما هو موجود ابيض زي العادي جدا اللي عند اي حد، بس الصناعيه هي اللي تستاهل، ما عندهاش ضمير. مفيش يا باشا ضمير، ما عندهمش ضمير. تقول ايه يا امير؟ والله يا جماعه انا جيت امبارح عادي، لقيت الدنيا، لقيت حتى ثاني يوم لقيت نفسي في مارينا. يعني انت يا جماعه عايز يصيف يجي معانا يصيف والله. اهو بص شايفين ساتر يا رب، ربنا يسترها ربنا يسترها علينا كلنا. هات يا عم امين. المهم بقى ايه؟ اكتبوا لنا كده في الكومنتات، لان احنا ان شاء الله ناويين نعمل حاجه، يعني والله هنعمل خير. نذبح بقى حد من صحابنا، نضحي بحد من الناس. ايوه بصراحه ده اللي لازم يحصل. طب ولا يا كرون ايه الفيديو دوت لو وصل في اول 5 ساعات تمام 20,000 لايك، انا هنزل وهصور فيديو. كنت عايز، انا قلت لكم الفيديو اللي فات لو الفيديو جاب 50,000 لايك 30,000 لايك، الفيديو جاب 45,000 لايك.
ودخل اسراء السيرك اللي انتوا تعرفوش ان السيرك غرق. اوريكم السيرك اللي كان هيدخلوا اكرامي اسراء. بص السيرك عامل ازاي. الله يرحمك يا سيرك. انا تقريبا كده فاضل لك 2 سم يا اكرامي وتخلي مصر بس جرع فيضان جاي زلزال. احنا ان شاء الله ان شاء الله يعني عايزين 20,000 في اول 6 ساعات يا اكرامي. هنزل في الشارع في عز التراب في عز المطره وهصور ونصور فيديو تاني. بس خوف من حاجه يا جماعه يعني والله ايه ده وربنا دلوقتي ده ان هو يستجيب منكم اصلا ان هو يرفع عنا البلاء. يا رب يكون ده خير لينا يعني. الرعد والبرق دول جند من جند ربنا سبحانه وتعالى. فربنا يكرمنا يا رب يكون خير لينا. وبكره الجمعه بكره الجمعه الايام دي ولا ايه يا كرامه؟ لا يا عم ايه دي يا عم؟ الايام دي يا كرامه ولا ايه؟ يا عم طب نقوم نتوضى ونصلي. طيب نقوم نتوضى ونصلي. لازم تصلوا طبعا ربنا ان هو يرفع عنا اي حاجه ويكون الكلام ده خير. جايز امسح يا تمساح امسح. الظروف المستقبليه بصي الحمد لله لو سبتني في الشقه لوحدي انا ولا هبص ولا هحتاس ولا هحتاس اي حاجه. ده انت شايفه انا واصحابي شاطرين. المطره باظت الشقه عندنا. امسح بالمقاس شاد عدل امسح يا تمساح. انت بقى انا اول ديناصور او اول تمساح يظهر في الكوكب ينضف الشقه يعني. ودي حاجه جديده من نوعها الحمد لله. قدرت نقل الوقفه بان انا اكون حيوان وان انا اكون ست بيتش اشطر. يا جماعه اللي شقته غرقانه يقول لنا واحنا موجودين معانا. يا جماعه واللي معاه غشاش ده اللي بيجي عليك ويجيبها لنا. تعال امسح هنا يا اسر. هات هنا يا اسر. هات هنا. احنا شلنا كبيره. لا اكرامي شغال بالبرنامج يا جدعان. هات هات دول. هات هنا 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 بقى على الحمام ده. الحمام؟ اه. احنا الشركه الجديده. ارفعه عايزين نرفع ده هنا. ويمسح. نعمل ايه؟ امسح الجور ده هنا. ازاي احنا ولا عملنا اي حاجه؟ حسن انت التاني. بص يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو متبهدلين. احنا الشركه الجديده شركه الهليل 012012 اللي عايز اي ينظف اي مكان احنا موجودين اهو. تعالى كده معايا تعالى اوريكم يا فندم. تعالى اتفضل بص معايا. تلف ايدك كده اهو تطلع قرموط. تاني ايدك كده اهو تطلع قرموط. طلع قرميط. ها بصوا انا مش هتكلم كتير. اللي حابه تشارك معانا في هذا الحدث وتيجي تنظف معانا الشقه انا مش همنعك من ده. لا انا هبتسم كده وهنعاملك وهقول لك يلا تعالي فرصتك جات لي لغايه عندك ان احنا جور ياسر جور ياسر جور فرصتك جات لك جور ياسر فرصتك جات لك تكون من الشقه. يلا جور عايز حرام يا جماعه والله حرام تنظف اي شقه. صناعيه منهم لله صناعيه. انت عايز تنظف احنا موجودين هنا. جور جور ياسر الحمام هناك. يلا مصطفى جور مصطفى الحمام هناك. مصطفى مش وقت هزار دلوقتي. مش وقت هزار دلوقتي. مش وقت هزار. ما بعرفوش هزار خالص. ربنا يا ناس عايز يجي ياخد من هنا يعني. طب ما دخل الحمام ده. العمده. جور 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 على الحمام هناك. عمده. سيب عمده يجور بره. انا معايا المساحه انا والله يعني الحمد لله زي ما انتم شايفين كده قد ما فعل. بس فعلا دي رساله لكل الصناعيه اللي بتشتغل بتاكل اكل عيش. اتقوا لله في شغلكم لان الناس ما بتاثرش معاكم يعني. الناس اللي هم بيدوكوا الاجر على شغلكم ده ما حدش بيأثر. فانا بقى يعني الحمد لله يعني اتقوا لله في شغلكم يا جماعه. حرام 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 خساير بالشكل ده. حرام اتقوا لله في الشغل. امسح يا عم التمساح. بتعرفوا بس ان هو بيشغلنا يا جدعان في السيرك الصبح مش عارفين ناكل. مش هناكل صحيح يعني. كلمنا والله كلمنا كنتاكي وكلمنا كذا يعني. بص احنا لا وجمعيه الرساله بتكلمني. اه وجمعيه الرساله بتكلمه في المطره بيقول لها احنا محتاجين مرتين بصراحه. انت عارف انهم مرتين اللي غرقها ازاي يا فندم؟ طبعا شايف بالشكل ده. شايفها بصراحه. صحوا يا جدعان. يلا يا جدعان صحوا يا جدعان. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. الواحد والله ما زعلان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا رب يعديها بس بخير ويسلمها. بس بجد دي رساله لكل الناس اللي بتشتغل بتاكل عيش في اي مكان. راعوا ربنا في الشغل اللي انتوا بتعملوه.
علشان حرام 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 زي ما بتاخدوا على عرقكم، راعوا ربنا في كل حاجه بتعملوها، راعوا ربنا في كل حاجه بتعملوها.